السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم جولتنا بمنطقة معشوقية اللي هي بمحافظة سكارية، تابعوا الفيديو وياي وإن شاء الله يعجبكم. هاي وصلناها، هاي هنا الشلالات وهاي السيارات السفاري التأجير، هاي يصعدون فوق الجبل الشلالات، اكو شلالات فوق ومناظر حلوة طبيعية. مصور. اهلا وسهلا، السلام عليكم. هذا شوفوا الايس كريم اللي يسويها، ايس كريم بوزة. بركات بركات، صوريني. تعال اسطنبول، تعال. شوفوا ايش راح يسوي. شوفوا ايش راح يسوي بالايس كريم. كانال برافو بوزا فاجر. أنا برافو فادر، ايس كريم بوزا. لا يبقى أفتمك يا سيدي. هذا يطلع الجايد قدام اللي هاي السفاري حتى يدليهم الطريق ويصعدون الناس. نشوف هنا هاي الغابات الموجودة وشنو الموجود هنا. هذا هنا شوفوا هذا المحل، يجون ياخذون من عنده هدايا تذكارية. الساعة
شائحي اللي يجون هنا ياخذون كل هاي الشكل شغلات الفخار. هاي عندهم الشغلات الخشبية هذه اللي تحك الظهر. شوفوا هاي كلها الطماطم، هاي أحرف خشبية يسوون منها أسماء. شوفوا هذا كل الفخار والخشب. كم ريال؟ بنت عون، مياسة، بنت مهول، أي سلمان؟ سليمان. مهول. مهول. عون. عون. مياسة. بنت عمي عمر. شوفوا هاي اشجار الجوز حامله كلها جوز. شوفوا هاي الببغاء اللي يصورون لها ياخذون صور وياها في التاريخ. شوفوا هاي شلالات معشوقيه، راح اصعد فوق الجبل واشوف الشلالات الفوق اشوف لكم اياها. شوفوا الشلال هذا الفوق، هاي راح اصعد. شوفوا هذا الجبل كل أشجار، طبعا كيوي وكرز وتين وكور، وهاي الشلالات الحلوة. هاي هنا غابات كلها أشجار والجبل. هاي المنظر شوفوا من فوق. راح اصعد الاخر شيء نشوفه.
شوفوا هاي القعدة شلون حلوة مسويها من الأشجار. هاي الكافتريات كلها من الأشجار، كلها هذا الخشب سويها من خشب الأشجار. هاي هنا العنب، هاي هنا كافيهات من الخشب مسويها. شوفوا شلون حلوة، شلون شغلات بسيطة وحلوة، وجواء حلوة. تجذب السائح، هذا أهم شيء الخضار. شوفوا شجرة الكرز ما شاء الله شلون مليانة. هاي أشجار كلها كرز وتين وجوز. تمشي وتاكل أحلى شيء، واحد يمشي ويأكل يقطع من الأشجار. هاي الجبال الخضراء، صعدة تعب من كلها جبال وصعود. ها شوفوا هنا، راح اجي هنا هم نشوف شنو الموجود. اتمشى هاي أشجار بلوط، شوفوا هاي أشجار البلوط. هاي المطاعم هنا اللي بمعشوقية، شوفوا شلون حلوة هاي الشلالات. هاي هنا كلها غابات، هاي مطاعم كلها خشب من خشب الأشجار، من جذوع الأشجار. راح أدخل وأشوف هذا المطعم
نشوف هذا شنو المطعم شو يخبر. شوفوا كله من أغصان الأشجار. شوفوا شلون ديكورات حلوة. هاي الفاير بليس، هذا كأنما متحف مال خشب وحجر. شوفوا حلو والله. هنشوف هناك شنو. شوفوا كلها اشياء تراثية وتاريخية وكلها من الخشب والحجر. جولتنا اليوم ان شاء الله عجبتكم، وتابعوني بفيديوهات جديدة حبايبي الغالية.